نبيل نادر قوشجي. 16 نيسان 1975 وبعد مخاض عسير جئت إلى الدنيا الطفل الثالث لوالديني كريمين نادر قوشجي وسلمى قطرجي. المخاض العسير وتدخل العناية الإلهية ووجود أطباء جديرون بلقب الطبيب جاء بهذا المخلوق نبيل ليكون معكم في لقاء اليوم. نشأت من أبوين حمويين مقيمين في دمشق وعشت فيها فترات ابتدائية والإعدادية والثانوية. عام 1992 حصلت على شهادتي الثانوية وباجتماع أسري آخر تقرر أن يدخل نبيل كلية طب الأسنان. لم تكن الرغبة ولم تكن الإرادة ولم يكن الشغف، كان قرارا أسريا خضع له الشاب والتزم به وفقا لتربيته أن كلمة الأب لا تكسر. دخلت الكلية وأحببت أن أخلق شغفي بها، فيجب أن أكون متميزا فيما سأتم حياتي به. أحببت اختصاص التشريح المرضي الذي أحياه الآن في السنة الثالثة ببضع لقطات، كان اختصاصا غريبا جدا قريبا من طب الأسنان بقدر ما هو بعيد عنه. عام 1997 تخرجت من الكلية وكنت في عداد العشرة الأوائل. كانت الاختصاصات متاحة وقدمت جميع المفاضلات التي يمكن لطبيب خريج أن يتقدم لها، فكان أن حصلت على مقعد للجراحة وآخر للصحة في إقامتين مختلفتين، وحصلت على مقعد في الدراسات العليا. ثم جاء التدخل الأسري، لم أذكر المفاصل بدقة، في كل مرة كان هناك أحد، الأبوين، أختي الكبرى، أخي الأكبر، كان هناك لكل منهم بصمة في حياة نبيل. عام 1997 تخرجت من كلية طب الأسنان والتحقت بالخدمة الإلزامية، خدمة العلم، وعدت عام 1999 وقد كنت معيدا في كلية طب الأسنان لاختصاص يكاد جميع أطباء الأسنان يهربون منه، التشريح المرضي للفم والوجه والفكين. آنذاك لم يكن هناك لا درجة الماجستير ولا درجة الدكتوراه في جامعة دمشق، ولأني من أوائل الدفعة فقد أوفدت إلى المملكة البلجيكية بعد مخاض عسير آخر ساعدني هذه المرة في ولادته أخي الأكبر المقيم. عام 1999 التحقت بجامعة بروكسل لأكون أحد الطلبة العرب الدارسين هناك، فدرست ماجستير الصيدلة والطب لكون أقرب ما يمكن إلى التشريح المرضي. من عام 99 إلى عام 2005 أتميت الماجستير والدكتوراه. عام 2005
حدث موقف طريف. كان هناك مؤتمر للـ IADR International Association of Dental Research، وقدمت كباحث سوري موفد من جامعة دمشق ودارس في جامعة بروكسل وطالب دكتوراه، قدمت بحثي. يومها قال لي أستاذي لن تنجح في نيل الجائزة. فقلت له ولما؟ قال لي لأن أطباء الأسنان يحبون التجميل والمنظر الحسن والابتسامة والشفاه الممتلئة. فقلت له قد تعلمت منك مثلا إنجليزيا. قال لي ذكرني. قلت له You always have the no. أنت دائما تملك الرفض، إن لم تقرع الباب فلن يفتح الباب أبدا. فأجابني حسنا جرب. قلت له حسنا سأفعل. وذهبت إلى أمستردام وكانت هناك لجنة. اللجنة استمعت إلى بحث في اختصاص مهم في طب الأسنان واختصاص آخر وبحث آخر وأتوا إلي. فقلت لهم سأحدثكم عن أثر المعالجة الشعاعية على الغدد اللعابية. مريض السرطان إحدى معالجاته المعالجات الشعاعية. سأحدثكم عن أثر المعالجة الشعاعية للرأس والعنق على مريض السرطان على غدده اللعابية التي تؤثر على جفاف الفم التي تؤثر على نوعية حياته. فانبهروا لأنهم توقفوا عند إنسان يربط المرض المزعج بنوعية الحياة. كانت النظرة العامة حتى في بلدي حتى في الغرب أن مريض السرطان هو مريض انتهائي، حتى المصطلح الطبي نقول مريض انتهائي لا أمل مرجو منه. فما بالك برجل يبحث عن رفع نوعية الحياة لشخص يجب أن يتشبث بالحياة ليساعدنا على شفائه. بعد بضع دقائق كانت اللجنة تنصت باهتمام. غادرت لأن الوقت انتهى وكان علي أن أعود من أمستردام إلى بروكسل إلى فرانكفورت إن كنت لا أنسى، إلى عمان إلى دمشق لأقابل والدتي مريضة السرطان لأنها كانت مريضة جدا. عدت ولم أعرف بقرار اللجنة إلا عبر البريد الإلكتروني بعد 3 أيام عندما سنحت لي الفرصة أن أنظر إلى بريدي الإلكتروني ذاك عام 2005. تلك التقنية لم تكن بذلك انتشار، لأجد أن نبيل قوشجي المتحدث إليكم الآن قد نال جائزة أفضل بحث في طب الأسنان في العالم من الأكاديمية العالمية لبحوث الفم والأسنان فرع أوروبا الغربية والمقام آنذاك في أمستردام هولندا. تلك حادثة لطيفة حدثت عام 2005، وقلت لكم لم تكن الحادثة اللطيفة الوحيدة. عام 2005 وكجزء من بحث الدكتوراه الذي كنت أعده نظرت إلى أحد الآفات الفموية، وسأعقب عن ذلك لاحقا. الأكياس السنية المنشأ في الفكين هي آفة ضمن عظام الفكين، ينظر لها عموم المجتمع على أنها مرض واحد، وينظر لها المشرحون المرضيون للفم والوجه والفكين على أنها 17 مرضا. بحثت في بضع منها وحصلت على نتيجة وراسلت مجلات علمية ونشرت ما حصلت عليه. فأتاني رسالة مكتوبة من منظمة الصحة العالمية تقول نتيجة لبحثك فقد قمنا بتعديل تصنيف منظمة الصحة العالمية وجعلنا هذا الكيس الذي تحدثت عنه ورما فنقلنا تصنيفه. في عجالة تصنيف منظمة الصحة العالمية وتصنيف دائم التعديل، لكن تعديله يحتاج إلى سنوات. التعديل الذي عشته كطبيب أسنان كان تعديل عام 1992، وكان التعديل الثاني عام 2005، والتعديل الثالث عام 2017، ثم آخر تعديل عام 2022. وسأذيعكم سرا قبل نهاية اللقاء عن تعديل قادم قريب. عام 2005 عدت إلى دمشق حاملا 4 ورقات: ماجستير في الطب والصيدلة، دكتوراه في علوم طب الأسنان باختصاص تشريح مرضي فم وجه وفكين، جائزة أفضل بحثين في طب الأسنان في العالم، و تقدير من منظمة الصحة العالمية للمساهمة في صفحة واحدة من تصنيف أورام الرأس والعنق المكون من 400 صفحة. وكانت العودة الميمونة إلى دمشق.
في عام 2005 عدت إلى دمشق معيدا عائدا من الإلفات، تعديل في وزارة الصحة للاختصاص وتعديل في وزارة التعليم العالي للشهادة ومدرس قيد التمرين في جامعة دمشق، ثم أستاذ مساعد. في 10/10/2010 رئيس لقسم النسج والتشريح المرضي في كلية طب الأسنان جامعة دمشق دورتين متتاليتين، ثم إعارة إلى جامعة الشام ليكون العميد المؤسس لكلية طب الأسنان فيها حتى انتهاء مدة الإعارة. في تلك الأثناء مدرس أستاذ مساعد أستاذ في الاختصاص، وفي حياتي الشخصية تركت مزاولة طب الأسنان لأكون ليس المختص الأول كشهادة، ولكن المختص الأول الذي اتخذ القرار بممارسة مهنة التشريح المرضي للفم والوجه والفكين. في عام 2019 رئيسا للرابطة السورية للتشريح المرضي للفم والفكين، عام 2021 رئيسا للبورد السوري مجلس البورد السوري للتشريح المرضي للفم والوجه والفكين. عبر الرابطة قمنا بتوعية المجتمع، توعية الأطباء عن هذا الاختصاص، وخلال 18 عاما ممارسة في مخبر القوشجي، المخبر الأول كنت أظن في مشرق الوطن العربي، ثم عرفت أنه في الوطن العربي للتشريح المرضي للفم والوجه والفكين. بين 2005 و2023 17 كتابا في الطب باللغة العربية باللغة الإنجليزية وباللغتين، 17 كتابا كلهم طبيات وثلاث روايات جعلتني عضوا لاتحاد الكتاب العرب. آخر كتاب قبل آخر كتاب طبع في برلين عن سبرينجر وكان بعنوان Contemporary Oral Medicine. الكتاب الأخير الذي هو قيد الطباعة الآن هو دليل القوشجي للآفات والخزعات الفموية عن سبرينجر. سبرينجر في عجالة هي أعظم دار نشر طبية في العالم، قبلت أن تأخذ من طبيب سوري ناطق بالعربية كتابا مؤلفا بالإنجليزية أتممته منذ بضع أسابيع وهو الآن قيد الطباعة. وكان المفصل المفرح لي كإنسان أنني استطعت إقناعهم أن لا يكون عنوانه فقط التشريح المرضي السريري، بل أن يكون عنوانه دليل القوشجي في التشريح المرضي السريري. وكان إنجازا أهديته لجامعة الأم وأهديته لأسرتي، وأعتقد أنه في المئة سنتين الأخيرة لم يوجد إنسان عربي يصدر كتاب باسمه واسم عائلته. ماذا يعني أن يهرب طبيب أسنان من ممارسة طب الأسنان؟ لم يكن هروبا بالمعنى الحرفي، وإنما كان شعارا اتخذته هو ومن أحياه. الفكرة ببساطة، هناك الكثير من أطباء الأسنان، كثيرون ممارسون محترفون مهنيون دقيقون يعطون النتيجة المرجوة، ولكن ماذا لو حدث ورم ما مع شخص ما؟ ماذا لو كان هناك آفة تتغلغل في فم إنسان؟ من المسؤول عن تشخيصها؟ هذا هو التشريح المرضي للفم والوجه والفكين، وكان لابد لشخص ما أن يسد هذا الثغر ويقف عليه. واخترت أن أكون، كان والدي رحمه الله قد جهز لي عيادة طب الأسنان فاستأذنته وتركت طب الأسنان وبعت كرسي المعالجة لأطباء الأسنان وجهزت مخبري. كان العمل في المخبر في البداية متعبا على صعود متعددة، الصعيد الأول ليس هناك وعي مجتمعي للفكرة، الصعيد الثاني ليس هناك وعي عند الأطباء بوجود شيء كهذا، فالتشريح المرضي للفم والوجه والفكين يعطى في الجامعات كمادة نظرية بحتة لا تطبيق سريري لها، لا تطبيق عملي لها. وحرفيا كان نبيل قوشجي المحاضر موجودا في كافة مؤتمرات كليات طب الأسنان في الجمهورية ونقابة أطباء الأسنان بفروعها، محاضرا محاضرا محاضرا، كلمة هنا وكلمة هناك ومحاضرة هنا محاضرة هناك، وبدأ الوعي يظهر جليا. اليوم أقول لكم إنني قد حاضرت في كافة المحافظات السورية وفي الأقطار العربية المجاورة والبعيدة وعالميا، وكان الاختصاص مزروعا في قلبي وأضحى مزروعا في قلوب الكثير.
الفكرة الأساس، لا يوجد رجل يمشي في الشارع ليقول وكأني مصاب بذاك المرض في لساني. لا لا، هي مسؤولية طبيب الأسنان أن ينظر إلى المشكلة فيعرف هل هذه المشكلة تتعلق بالقوس السنية بالأسنان، أو هي موضوع يتعلق بعظام الفكين أو بالمخاطية الفموية المغطية له. الوعي المتدرج المزداد أدى إلى ظهور الحالات وعلاجها وشفائها، وازداد ألق شعار ومن أحياها. اليوم يصل إلى مخبري عينات من كافة محافظات سوريا، يصل إلى مخبري عينات من أقطار عربية مجاورة، نحللها، نبعث الأمل في الناس. سأذكر في عجالة سريعة طفل من مدينة سورية مقيم خارج سوريا، عاد به أهله بعد أن تواصلوا مع نبي القرشجي. الإنسان والطبيب الاثنان في واحد، عادوا لأخبرهم بالخبر المؤسف جدا، طفلكم لديه أحد أنواع السرطانات، ولكن لم أنتهي من الكلام، هو قابل للشفاء. تشخيص دقيق، معالجة صحيحة، أمامكم عام مرهق، وبعد عام سنقول جميعا تنذكر ما تنعاد، وهذا ما حصل. كثيرون جاءوا إلى هذا المخبر بهلع شديد لنخبرهم أن مشكلتهم بسيطة جدا، أو بسيطة، أو معقدة، أو معقدة جدا، ولكنهم كلهم وضعوا على خط الشفاء في مرحلة الأولى بتشخيص دقيق محترف. ولأن الدقة والاحتراف لا تعني فقط الشهادة، ولا تعني فقط الممارسة، ولا تعني فقط الخبرة، بل تعني الاعتراف العالمي، فكانت الخطوة التالية في المخبر بأن حاز على جائزة الإيزو بالاعتماد العالمي، ليكون الختم في دمشق والاعتراف في أي مكان على الأرض. الوعي المجتمعي نحو التحليل النسيجي، ولنذكرها بالعامية. حبيبي بدنا نحلل لك، الدكتور شاكك بسرطان. لا، الناس تظن أن طلب التحليل النسيجي وطلب أخذ الخزعة الجراحية يعني أن الطبيب قد شك بنسبة يقين تزداد أو تنقص بالسرطان، وهذا أمر منفي كليا. التحليل النسيجي هو كأي تحليل يجريه الأطباء. هناك تحليل دموي ليعرف نسبة الكلس في الدم، نسبة الحديد في الدم، حجم الكريات الحمراء، وهناك تحليل دم ليعرف هل هناك سرطان في غدة ما مثلا البروستات. كذلك هو التحليل النسيجي بشكل عام، والتحليل النسيجي في الفم والوجه والفكين ليس استثناء. أنا أقول للمريض إن جاءني بحالة هلع، طبيبي يشك بسرطان، أقول له أعطني التقرير الجراحي فأقرأه وأقول له لم يخطر السرطان ببال أحد في جمهورية اليوم إلاك، فيقول لي لماذا؟ أقول له لأن طبيبك لم يجري الخزعة الجراحية لشكه بالسرطان، وإنما هو يعتقد بوجود آفة، يود أن يعرف بدقة كم عليه أن يتابعك في علاجها، وهذا أحد أهداف التحليل النسيجي. في التحليل النسيجي قد نكتشف سرطانا، نعم، وقد نكتشف ورما، وقد نكتشف آفة، لكننا يقينا نحدد خط العلاج، المدة الزمنية اللازمة للمراقبة بعد العلاج، وهل هناك إمكانية لعودة هذا المرض أو هذه الآفة أو لا، وإن كانت الإمكانية موجودة فكيف أدفعها بعيدا عن مريضي تحت شعار ومن أحياها. ولتعميق الوعي المجتمعي، يأتي المريض حاملا عينة نسيجية
مأخوذة بإجراء جراحي يأتي بها إلى المخبر. انتهينا من نقطة هلع المريض، نأتي لفكرة أخرى، نقول له: لو سمحت، نريد التقرير الجراحي الذي كتبه طبيبك ونريد الصور الشعاعية. المريض يعود إلى حالة الهلع فيقول: أنتم مخبر تحاليل نسيجية، فماذا تريدون بصور شعاعية؟ الصور الشعاعية جزء من دراسة الحالة، لأن علم الأمراض وهو الاسم الحقيقي للتشريح المرضي يعنى بالصورة السريرية والشعاعية والنسيجية ليبني عليها تشخيصا متكاملا. نحن لا نقرأ نسيجا فقط، نحن نقرأ إدبارة المريض، ملفه الطبي، لنقول له: هذا المرض الذي اختصيت به لكنه قابل للعلاج إن اتبعت الإجراء التالي. الشغف وحب الاختصاص الذي ملأ خافقي جعلاني أنطلق لأنشر هذا الاختصاص، محاضرا في جنيف بسويسرا، في أمستردام بهولندا، في مدريد بإسبانيا، في عمان في الأردن، في القاهرة في مصر، يقينا في بروكسل، واليقين الأكبر في دمشق، جامعتي وبلدي وأمي. ولأن الحالات حالات تابعتها، لأن الحالات حالات مسكتها بيدي وقطعتها بيدي ونظرت إليها بعيني، فكانت محاضرات يقال أنها جميلة جدا. مما أفتخر وأعتز به أن المدرج يمتلئ حتى آخر مقعد، ويكون هناك واقفون عندما أكون محاضرا. هناك أناس كما قيل: ما خرج من القلب سيصل حكما إلى القلب وسيملأ المدرجات، أما ما خرج من اللسان فلن يجاوز آذان أول صفين في المدرج. عام 2022 اختارت منظمة الصحة العالمية أن تعدل تصنيفها الذي ذكرت لكم، عدل عام 92، 2005، 2017، 2022، وجعلت هناك لجنة من 10 أطباء في العالم، 10 أطباء في العالم لدراسة سرطانات الرأس والعنق، واختير نبيل قوشجي محدثكم ليكون ممثل العرب، وهو مقيم في دمشق، قابع في دمشق. لطالما قلت لكل من يسألني: إن استطعت أن تبقى فلا تغادر، هذه أرض معطاءة، هذه أرض عزيزة على الله وستبقى كذلك، فكن فيها وكن جزءا منها وكن جزءا من نهضتها، يكون المكسب لك ولأولادك. قد يختلف معي الكثيرون فأقول لكل إنسان ظروفه، ولكن هناك جملة كتبتها في رواية الثانية تقول: كن أنت المفترق فلا يكونن ما بعدك كما كان ما قبلك. لو قام كل إنسان بإنجاز واحد في حياته ليكون مفترقا في حياة هذه الأمة لكنا أفضل حال بكثير ولبقينا جميعا. الأرض التي ولدت عليها قبل قرابة نصف قرن من الزمن لن أغادرها، غادرتها مرحليا لأحصل على اختصاص عزيز فريد وليعود لأنشره في بلدي، في محيطي، في عالم العربي وحتى في العالم، واقفا على أرضي، على بلدي، لأعطيها جزءا من الجميل الذي أعطتني إياه ولأكون جزءا من نهضتها أبدا وحتى آخر العمر. التحليل النسيجي للآفات الفموية عبر التشريح المرضي للفم والوجه والفكين هو عين الطبيب وهو بر الأمان للمريض، شعار الأطباء ومن أحياها، وشعاري: كن أنت المفترق فلا يكونن ما بعدك كما كان ما قبلك. نبيل قوشجي.